كانت هناك تصريحات بأن الشهر الحالي سيشهد انخفاض في أسعار بعض السلع، هنا أبرز المبادرات التي تم بالفعل تنفيذها. ابرز المبادرات حضرتك ان احنا اولا وحدنا سعر كيلو اللحوم البلدي والطازجه بسعر 50 جنيه الكيلو في كافه فروع المجمعات الملكيه وشركتي الجمله والصالات المتنقله. ثانيا تم طرح وتكثيف كميه كبيره جدا من السلع الغذائيه من السكر والزيت والارز والخضر والبقوليات بكافه هذه المنافس باسعار تقريبا على الاسواق 25%، بالاضافه ان احنا طرحنا اكثر من 20,000 طن من الدواجن بسعر 20 جنيه للكيلو، وايضا الاوراق المحليه بسعر 9 جنيه للكيلو، بالاضافه ان احنا تم الاتفاق ما بين الدكتور خالد حنك وزير التموين واكثر من 16 سلسله تجاريه لخفض اسعار اكثر من 27 سلعه 15%، وايضا طرحنا حاليا دلوقتي كون وجبتك، ودي وجبات متنوعه مختلفه نيه غير مستويه في كافه الفروع ايضا بسعر 30 جنيه للوجبه، وبتكفي اربع افراد، منها وجبه لحوم مع رز مع زيوت مع سمنه مع خضر مع فاكهه، وايضا وجبه دواجن مجمده مع ارز ومشتملاتها، وجبه اسماك كيلو اسماك ومشتملاتها، ايضا وجبه مكرونه بالبشاميل اكثر من 10 انواع، وتكفي عدد اربع افراد، ودي تناسب الاسر الصغيره. ايضا يا استاذه ان شاء الله موجوده ايضا في المجمعات الاستهلاكيه؟ في كافة فروع المجمعات السلكية على مستوى الجمهورية، وأيضا في فروع شركتي الجملة والسيارات المتنقلة وفروع الشركة المصرية للأسماك وفروع الشركة المصرية للحوم. في نفس الوقت أيضا من ضمن الآليات حاليا لخفض الأسعار، إحنا إن شاء الله بداية من شهر ديسمبر المقبل هنطلق مشروع جمعياتي، وده هذا مشروع بيتم بالتنسيق ما بين وزارة التموين والصندوق الاجتماعي، هنعطي للشباب قروض سلعية تتراوح من 50,000 ل 100,000 جنيه في كافه المحافظات، بهدف ان يعني نعمل منافس سلعيه للمواطنين في المراكز والقرى وخاصه المحافظات الصعيد. نعم. استاذ محمود، يعني بعد ما تم تحديد اسعار سواء اللحوم او غيرها من المنتجات، هل هي متوفره؟ يعني ربما يكون هناك تحديد للاسعار، ولكن عندما يذهب المواطن يجد ان البضاعه قد نفذت، وهذا ما يقال في معظم الاحيان. لا حضرتك دلوقتي هذا لا يقال حاليا، لان دلوقتي موجوده بكثافه يا استاذ ايمان في كافه الفروع. نعم. واي مواطن يذهب لاي فرع وما ليش اي من السلع دي يتصل بينا فورا على الخط الساخن 19280، سواء اللحوم اللي مبرده بسعر 50 جنيه كيلو، او الدواجن، او السلع والخضر باقل من الاسواق حوالي 25%، او وكون وجبتك هتلاقيها موجوده حاليا دلوقتي في كافه الفروع برضه بسعر 30 جنيه. نعم. للوجبه. شكرا. بالاضافه برضه انا عاوز اكد على مشروع جمعيتي. نعم. ده احنا لنا شروط في الشباب اللي هتقدم من خلال فروع الصندوق. اولا السن لا يقل عن 21 عام ولا يزيد عن 45. نعم. مؤهل متوسط وما فوق، ادى الخدمه العسكريه واعفى منها. نعم. كامل الاهليه، صحيفه الحاله الجنائيه خاليه من اي احكام. لا يعمل بالحكومه ولا بالقطاع العام. نعم. هنا يتقدم لاي فرع من فروع الصندوق الاجتماعي ان شاء الله بدايه شهر ديسمبر، والشباب اللي يتم اختيارهم يتعمل لهم دوره تدريبيه محاسبيه. نعم. ودوره على اسلوب البيع، وسيتم ربط هذه المنافذ السلعيه في كافه المحافظات بشبكه الكترونيه موحده مع الشركه القابضه للصناعات الغذائيه والمجمعات السلكيه لمعرفه حركه البيع والوقوف جنب اي شاب يواجه اي تعثر. في نفس الوقت القرض ده فائدته 5.5% بسيطه وفتره السماح 4 شهور والضمانات المطلوبه استاذ محمود، ما هي الضمانات المطلوبه؟ الضمانات المطلوبه ان هو بس يكون عنده محل مساحته لا تقل عن 30 متر سواء ايجار جديد لمده 5 سنوات. نعم. او محل تمليك. شكرا جزيلا استاذ محمود دياب المتحدث باسم وزاره التموين. ننتقل